السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. هنحل مع بعض امتحانات مطاقة للمواصفات، منهج كونكت 5، منهج الصف الخامس الابتدائي، الترم الاول 2024. هنتدرب على شكل الامتحان الجديد، هنحله نماذج المعاصر المراجعة النهائية، وكمان هسيب لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو رابط تحميل المراجعة، هتلاقوا فيها كل التدريبات والباراجرافز. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد، وكمان هتلاقوا قائمة تشغيل فيها حل الامتحانات بالترتيب. وبعد ما نخلصها هنعمل ان شاء الله فيديو مجمع لكل الامتحانات. ومعانا النهاردة النموذج الاول، الامتحان الاول، بيج 30 صفحة 30. السؤال الاول: listen and circle the correct answer from A, B, C or D. استمع واختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. هنا نص استماع، هسمع وحل. I am Ali. I like my school uniform. Everyone wears a white shirt and blue trousers. We have to wear a tie. We have to wear a tie. Every day the girls don't wear The girls don't wear trousers. They wear a blue skirt. ده بالنسبة للسؤال الأول. علي بيحب الزي المدرسي الموحد، كل واحد بيرتدي قميص أبيض وبنطلون أزرق، لازم نلبس جلافطة، البنات ما بتلبسش البنطلون. ده بالنسبة للسؤال الليسن. أربع نقط، كل نقطة عليها درجة ونص، يبقى 6 درجات. سؤال مهم جدا. السؤال التاني: choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D من الأربع اختيارات. The نقط destroyed many homes and other buildings. من اللي دمر الكثير من البيوت والمباني الأخرى؟ تورنيدو، الإعصار. Stars النجوم، لا. Flowers الورود، لا. Cloud السحابة، لا. I don't want to work with animals. أنا لا أريد أن أعمل مع الحيوانات. زي هتبقى زي scare me، هم بيخوفوني، بخاف منهم. My father Abby planted an apple tree. زرع شجرة تفاح. In his، فين يا ترى؟ In his garden، في حديقته. Room حجرته، لأ. Library مكتبة، لأ. Office مكتب، لأ. I am good at reading. أنا جيد في القراءة. But ولكن، but تعبر عن التناقض. لو أنا جيد في حاجة هبقى أنا سيء في حاجة، يبقى but I am bad at drawing، ولكني سيء في الرسم. لو كان هنا قال لي أنت مثلا يبقى أنا جيد في القراءة و الرسم، لكن هنا بيقول لي انا جيد في القراءه ولكن. ما دام ولكن نجيب عكس جود تبقى باد، ولكني سيء فين؟ في الرسم. السؤال الثالث، قطعه ناقصه كلمات. مت قابل جريبس عنب، باي يشتري، ريتش غني، سبيشال مميز. جاك وينت تو سيل هيز كاو. ذهب جاك لكي يبيع بقرته. ان ذا ماركت في السوق. اون هيز واي في طريقه. هي مت هو قابل. An old man رجل عجوز. The man had special beans. الراجل امتلك حبوب خاصة، حبوب سحرية مثلا. He wanted Jack، هو أراد جاك. To buy them، يشتريهم. قال لي جاك إيه رأيك تشتريهم؟ He said، هو قال. The beans will make Jack، The beans will make Jack، اللي هي الحبوب هتخلي جاك ريتش، هتخلي هنا will make Jack rich، غني. يبقى he said، هو قال. the beans الحبوب او البذور will make Jack rich، will make Jack rich، هتخلي جاك ايه؟ غني. Jack bought the beans at last، اشتراها في الاخر. اشتراها فين؟ في الاخر. السؤال الرابع، قطع عليها اسئله، نقرا القطع ونترجمها ونحل الاسئله. One day، في يوم من الايام. My family and I، عيلتي وأنا. We're driving، كنا بنسوق. Through the desert، كنا راكبين عربية مثلا والأب بيسوق بينا عبر الصحراء. To visit my cousins، عشان أزور ولاد عمي. After 20 minutes، بعد 20 دقيقة. I looked out of the window، بصيت من الشباك. And saw a sandstorm، شفت عاصفة رملية. Soon، بعد وقت قريب. There was a lot of sand، في الكثير من الرمال. In the air، في الهواء. Outside the car، خارج السيارة. And it was very difficult to see، صعب تشوف. We closed، قفلنا. All the windows، كل الشبابيك. But it was
now very dark، بس دلوقتي الآن مظلمة جدا. There were other cars on the road، في سيارات أخرى على الطريق. Where is it going to hit us؟ هل هي هتخبطنا؟ I was really scared، أنا كنت خائف حقا. My father moved the car off the road، أبويا حرك العربية من على الطريق، يعني طلع مثلا بعيد عن الطريق كده. And we stopped، توقفنا. We didn't see any more cars، ما شفناش عربيات تاني. On the road، على الطريق. But the sandstorm، بس العاصفة الرملية. Moved very slowly، تحركت ببطء. Then فجأة، suddenly فجأة. Then ثم suddenly فجأة. It moved away، تحركت بعيدا. We saw the sun again، شفنا الشمس تاني. And drove on through the desert، وبرضو استمرينا بعد كده في القيادة عبر الصحراء. Page 31، صفحة 31. أسئلة القطعة، النوع الأول choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة from A B C و D من الأربع اختيارات. There was a what outside the car، كان في إيه خارج السيارة. Sand storm، عاصفة رملية. The underlined word scared، كلمة scared يعني خائف، means afraid، الاتنين بمعنى خائف. النوع التاني من الأسئلة answer، أجب على الأسئلة. عشان أجاوب على السؤال ده لازم أكون أعرف أترجم السؤال، فلازم أكون عارف أدوات الاستفهام. Why، لماذا؟ Why were they driving، ليه هما كانوا بيقودوا. Through the desert، عبر الصحراء، ليه كانوا راكبين عربية وأبوهم بيسوقها عبر الصحراء؟ عشان يزوروا ولاد عمهم. يبقى to visit، عشان يزوروا. Their cousins، Why was it difficult، ليه صعب. For them، ليهم. To see in the sandstorm، يشوفوا في العاصفة الرملية. هقول because، لأن. Why، لماذا، تبقى because لأن، أو to لكي، هنا because. There was، لأن كان يوجد. A lot of sand، الكثير من الرمال. In the air، في الهواء. السؤال الخامس، رتب. طبعا قال بقى جملتين بس. Who made the shoes every night، مين اللي عمل الحذاء كل ليلة، اللي هي قصة الأقزام وصانع الأحذية. Who made the shoes every night. I am on Elephantine Island، أنا على جزيرة فيلة. I am on Elephantine Island. السؤال السادس، ده سؤال جديد وسهل جدا. Read and write، اقرأ واكتب. The correct form of the words، للصيغة الصحيحة للكلمات بين الأقواس. هنا جملة، نادر is good at play، أو plays هنا تنس. طبعا لا، good at بيجي وراها ing، فالفعل اللي بيجي مع good at أو playing، فبصلح الصياغة plays تبقى playing. I buy a new bike yesterday، yesterday دي امبارح، وده ماضي بسيط. يبقى أنا ماضي بسيط هجيب الشكل الفعل في زمن الماضي. طب باي ده فعل شاذ، المال بتاعها بوت، أنا اشتريت دراجة جديدة امبارح. يبقى ده السؤال سهل وبسيط وجديد. السؤال السابع، بنك تويت علامات ترقيم. What's your favorite food فريدة، ايه طعامك المفضل يا فريدة. هنا لازم الدبليو كابيتال، هو بيجيب لي نقطتين، ده سؤال يبقى علامة استفهام. طب الابوستروفي موجودة، كان اصلها what is بقت what's، هنا فريدة قبلها كوما عشان دي اسلوب ندائي يا فريدة، وفريدة الاف كابيتال، خلاص دي موجودة ودي موجودة ودي موجودة، ايه اللي ناقص؟ الحرف الاول كابيتال، وفي نهاية السؤال question mark، علامة استفهام. السؤال الثامن، write a paragraph، اكتب فقرة. of about 30 words، من 30 كلمة، من 30 ل 40 كده. using the following guiding elements، باستخدام العناصر الإرشادية. بيقول لي ايه؟ the importance of tourism، يعني أهمية السياحة. وأنا جايب لي local people، السكان المحليين. و new cultures، ثقافات جديدة. هنفتح المراجعة على page 14، صفحة 14، هفتحها معاكم دلوقتي. اللي طبعها طبعها، واللي عايز يفتحها بي دي اف يفتحها، هتلاقوها في صندوق الوصف الرابط بتاعها، ونقرا مع بعض الباراجراف ونشوف شروط كتابته. بيج 14، صفحة 14.
The importance of tourism، أهمية السياحة. هنا العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، سيبنا مسافة في أول سطر. tourism هبدأ إيه أتكلم، tourism السياحة، ببدأ بالحرف الأول capital. tourism is very important، هي تكون مهمة جدا. to إلى a lot of countries، إلى الكثير من الدول. أنا هنا بفهم بس الفكرة. tourism gives jobs، بتوفر السياحة الوظائف. to local people، للسكان المحليين. نلاحظ سيبنا مسافة في الحرف الأول كده في نهاية الجملة نقطة، بعد كده نكمل. طب تاني سطر ببدأ من الأول. it helps tourists، بتساعد السياح. ده مين؟ السياح. learn، أن يتعلموا. about new cultures، عن ثقافات جديدة. but tourism، ولكن السياحة. creates too much carbon dioxide، بتسبب الكثير من ثاني أكسيد الكربون، يعني ليها مزايا وليها عيوب. from plane journeys، من رحلات الطائرات. also أيضا tourism damages، تدمر السياح. the historical places، الأماكن التاريخية. all monuments، أو الآثار. tourists، السياح should try ecotourism، ينبغي أن يجربوا السياحة البيئية، يعني بدل السياحة العادية في سياحة بيئية ecotourism. because، لأنها it looks after wildlife، تعتني بالحياة البرية اللي هي السياحة البيئية. ومونومنتس، والآثار. and local people، والسكان المحليين. يبقى يا مستر دي فكرة الباراجراف، العنوان في نص سطر بين علامات تنصيص، أسيب مسافة في أول سطر، حرف الأول كابيتال، في نهاية الجملة في الستوب. أقرأ الباراجراف مرة واتنين وأكتب جمل من دماغي، تبدأ بفاعل وفعل ثم التكملة كده. يبقى خدنا النموذج الأول من نماذج كونكت 5، هتلاقوه في صندوق الوصف رابط تحميل المراجعة بي دي اف، وكمان قائمة تشغيل فيها حل الامتحانات بالكامل. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.